يسرني أن أعلن اليوم عن انطلاق أعمال بناء المشروع المستشفى الجزائري القطري الألماني، والذي سيكون بعون الله صرحاً يعمل على تلبية مجموعة شاملة من الاحتياجات الطبية لدى المواطنين الجزائريين، وخاصة في مجال الخدمات الطبية المتخصصة والمعقدة، مما يرفع مستوى الرعاية الطبية ويحد من حاجة المواطنين الجزائريين للسفر إلى الخارج. إن وجودنا اليوم ما هو إلا ترجمة لتوجيهات القيادتين الحكيمتين ممثلتين بسيدي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، وفخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، إذ حرصت القيادتين برؤيتهما الحكيمة على دعم التعاون المتبادل في عدد من المجالات الاقتصادية والثقافية لتعزيز أواصر الأخوة بين الشعبين الشقيقين. إن هذا المشروع الحيوي سيضم أكثر من 300 سرير و30 وحدة عناية مركزة و15 غرفة عمليات و40 عيادة خارجية، إضافة إلى 20 منطقة مخصصة للطوارئ وطاقم طبي رفيع المستوى، ليفتح أبوابه في عام 2026 بإذن الله. هذا باسمي واسم رئيس وأعضاء مجلس إدارة استثمار القابضة، نتوجه بالشكر إلى وزارة الصحة والسكان وشركائنا في الصندوق الوطني الاستثماري، وإلى جميع الوزارات ومعالي الوزراء الذين ساهموا في إنجاح هذا الصرح الطبي، وسيساهمون في إنجاح هذا الصرح الطبي، والذي سيكون ركيزة أساسية تساهم في دعم تنمية القطاع الصحي في الجزائر، بما يعود بالفائدة على دولة الجزائر شعبا واقتصادا. وفي الختام أؤكد للحضور الكريم أن هذا المشروع ما هو إلا الخطوة الأولى من خطط مجموعة استثمار القابضة، فنحن على أتم اليقين من خصوبة البيئة الاستثمارية في الجزائر، وسنقوم بدراسة لمشاريع حيوية في قطاعات مختلفة.